السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا اصدقائي؟ دلوقتي هوريكم ازاي هعمل صوص البيع الجميل الحراق الجامد قوي ده، ويلا نوريكم ايه مكوناته. وبكده القسم بتاع الحاجات الغريبة بتاعنا، اولا هنحط ليمونة هنعصرها، ليمونة واحدة بس منكترش، نعصرها على خليط التوابل اللي احنا عملناه. تاني حاجة هنحط ربع نص معلقة خل، لا معلقة بس حلو، تالت حاجة هنحط معلقة دبس رمان. بس تخيل يدخل في الحلة ايه ده. ما بينزلش ليه ده؟ ازاز ده ما بينزلش. ايه اللي انت بتثبت فيها دي، ازاز ولا بلاستيك؟ ها دي بلاستيك طبعا. نحط معلقه واحده بس دبس رماني. انا رحت كل الاتجاهات وارد تقول لي صورتي اروح فين. تمام خلاص. مين بيحاول بس ده في كتير بس تقيل. امال انت عايز الدبس رمان ايه، خفيف؟ كل ده لسه محطيت بس كده. حطيت قد ايه؟ المهم ونحط معلقة واحدة بس ماجي. ماجي سايب، مش ماجي ماسك مع بعضه، لا ده سايب اهي شبه الدبس كده. الدبس ريحه كاتشب مكسيكي بقى، نحط معلقة معلقة واحدة عمل انتي طب اسكت. معلقة واحدة بس اهي، حط معلقة كمان. لا هو كده، هو كمان هنحط يا عم اسكت. هنحط واحدة، هنحط معلقة صلصة. انت قلت واحدة صلصة، قلت معلقة صلصة ليه كده؟ هتقع مش كده. طب ما المعلقة فيها دبس رمان هتبوظ الصلصة كلها. اه صح. طب اخبطه في دماغي طيب عشان ينزل. بس معلقة واحدة بس، عشان لو كترنا من الحاجات دي لو طلع وحش ملناش اي ذنب. طبعا هنحط خل عنب، هنحط معلقتين خل عنب يا جماعة. خل العنب ده عامل سائل. انت هنحط كم؟ معلقتين بس. واخر حاجة معانا
ايه رايك ابو سمير؟ ام الحسن وهي والله جايه كده ام الحسن حلوه. اخ بابا بابا ماما تروح صويا صيني صويا صيني نحط معلقتين سمير وهنحطهم على النار وهنشوف قوامهم ولسه هنحط حاجات عليهم وهم مع النار. ودلوقتي بعد ما حطيناها على النار بدأت تتقل معانا الأرانب دي. الحتة بدأت تطلع اتلسعت طبعا ريحتها جامده الله اتلسعت طبعا تقلت اهي تقلت جدا هنحط عليها وش نحط عليها ايه هنحط عليها نص معلقه شطه الخراب اللي هنا انا عملت الفرن الالكترونيه هنا في بحط عليها شويه ما يجي طبعا تقلت اهي قولي نزل طبعا وهي على النار كده هنحط عليها فصين ثوم هنقطعه شرايح لبليدي خالص كسرت راسي وانت كسرت راسي ارفع من هنا سخن دلوقتي هنحط فصين الثوم متقطعين طبعا قوامها بقى تقيل جدا طبعا دلوقتي عشان يكون حرقة جدا هننزل عليها بمعلقة زيت تكترت الزيت دلوقتي هتبدأ تقلب وهننزل ببشرة جوزة الطيب بصوا بيوشوا عليها يا جماعة ويجيبوا البشرات كبيرة ولا تعالي بالليل بالليل والله ما عشان حطينا الزيت اولها وقلبه بس ايه
شويه جامد وشويه بالراحه، عشان لو قلبته جامد هتتحرق، قلبته بالراحه برضه هتتحرق. عارفين بقى النقطه من دي هتخلوا بقكم ده يسيح. كفايه كده يا ابني فلفل، ده انا هموت. المفروض نحط حته صغيره بس من بعد. كنت تسيب حته صغيره انت، ده بقى كله فلفل. هنحط نص معلقه سمسم ونقلب. هات هات الميه وهننزل عليها. ايه كل ده زي سميه؟ كل ده هينشف دلوقتي. هتقول ايه كل الميه دي؟ ده مش هتلاقيها حلوه. هتلاقي يا جماعه الميه دي هتلاقيها نشفت صفيت حاليا دلوقتي. نار هاديه. هي هاديه هي عايز. ركزوا، كان هنا دلوقتي في الحته دي. يصفى يا جماعه. النار هبت. هنزود ايه بقى دلوقتي عشان تتقل؟ هنزود شويه حاجات عشان تكون تقيله، منهم خل، هما حاجتين اللي هما الدبس رمان والعنب الخل. لا هو خل عنب ودبس رمان، وايه تاني بقى؟ وشط، عشان احنا حطينا ميه بكميه ده سنة. سنة يا ابني انت المفروض تحط خطايين. خطايين مية. كتكوت. انت عشان وزعت كل حاجة في اماكنها الغلط. اللي في ايدك دي بهارات افريقيا. من هنا بقى مكتوب بهارات. مستعد الله حلو كريم ابو سمير. دي اندومي. نزل بقى، نزل عليها كيس بقى، كيس اندامة. سمير مش نفسك دلوقتي تجيب كيس اندومي كول ابو 40 جنيه وتنزله فيه؟ يا عم بيقول انا في كوري درجه 3 وفي كوري اندومي كوري درجه 2. اولا اربع حاجات بس اللي هنحطهم. 3 يتقل معانا. اول حاجه وهي دبس الرمان، هنحط فضي شويه الصغيرين اللي عندنا.
طبل عليه تاني. ايه شوف ايدك نازله فين يا ابني. عن فكره عشان ينزل بسرعه حطي نقطه حط شويه ميه وارجع رجه محترمه تعمل ايه بقى حتى تلسع في ايده لما يمسك المعلقه هياخد لسعه كله ارمي ارمي بقى البتاع بس يا جماعه بابا فين اللي تحت وقال لي وانا قلت له خلص الفيديو ايه اللي تحت ومسكنا كده بقى معلقه حرام عليك كل الشطه دي حطها كلها بقى بصي ما شطه دي اللي احنا حطيناها حاجه بقى هنحط بشره بص التيب تاني هو فين هو فين وريلي الجماعة هو ما بينزلش حاجة لا بينزل بس كده سمير سمير وآخر حاجة معانا وهي خلي العنب وطبعا هنحط مش كمية كتيرة بس معلقتين بس طبعا عشان يتقلبوش نعمل نسيبها شوية بقى حط ورش كاتشب مكسيكي حط بقى شويه صلصه صغيرين بس كده يا جماعه احنا هنموت النهارده من الحرقان سمير كفايه هنموت ايه ده بقى ايه ده شويه كمون ده يا جماعه كمون كمامينو وده شوية سمسم حط شوية سمسم كمان بيت بتخليني احط كل ده ليه قول الحمد لله انا قول الحمد لله انا كنت حاطط المعلقه قول ايه الحمد لله عارف لو مش حاطط المعلقه بقى نحط بهارات لا بص يا جماعه هي هو في بتاع كده في المشروب السائل هنا وهنا بينزل عليه زي السلال بصوا طبعا قطرات زعتر قطرات ايه سامر يحط شويه كمون حرف حطيناهوش زعتر عشان خلصون الزعتر متهيأ لأمك جابت زعتر بس مش عارف ايه حط فلفل اسود المعلقة دي اتلهلبت قلبها بقى قلب جامد لي 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 ارفع يا عبد عينين لي 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 ثلاث صبعي
سيبيله وقت الزني هتلاسع. صوري انت صوري انت تنقلب. خد الصمدع التاني بقى. ايه المفروض ان احنا ودلوقتي يا جماعة النار هنوطيها بس مش قوي يعني. ايوه وطي النار اهو على الاخر. لا على الاخر يعني. بس كده. بص انا هوطيها ازاي دلوقتي ما بتفركش غير بالراحة. بس النار ده من عليها ورايش دي كانت تستوي السنة الجاية. حبيبي سيبها حبيبي المفروض تبقى واطية كده. نحط بقى قطع الجنزبيل اللي صغير كده. مش جنزبيل اسمه ايه؟ ايوه جنزبيل. لا اسمه ايه؟ قرفة. اه قرفة صح. مش عارف ايه القرفة من الجنزبيل. لخبطت لخبطت. صدق كنت انا احط جنزبيل ما انا كنت الجنزبيل بقى انا ببحث عنه او بعمل عمليه بحث عن الجنزبيل. هي هنحط شوية جنزبيل صغيرين جدا. بس تمام. كل ده يا جماعة قدام 10 دقايق وتستوي. ايه ده اللي انت حطيته ده؟ بس كده. سمير ودلوقتي هنغطيها ونسيبها تغلي وهنوريها لكم اول ما تخلص.